أعزائي مشاهدي بوقت الفجر، معاكم هدى السيد من محافظة المنوفية. النهاردة في واقعة أليمة جدا جدا، ضحية جديدة، ضحية صيدلي للأسف أعطى حقنة يعني للمريض. المفروض أنه كان عنده برد، بس للأسف حصل له مضاعفات كتيرة جدا لدرجة أن جلده بيتسقط. هنتكلم مع الأسرة وهنشوف إيه اللي حصل بالظبط. هبدأ من إيه؟ ابدأي من قولي لنا إيه اللي حصل من البداية. هو مات كتاب وكان دور برد عادي يعني، وراح الصيدلية وراح قال للصيدلي يا دكتور انا عندي جسمي بس متكسر، قال اديني حاجة بس عشان عندي برد بس في جسمي كده وسخونية بسيطة. راح مدهم طلع له 3 حقن حطتهم له على الترابيزة قدام منه كده على البنك بتاع الصيدلية. المهم بيقول له انت تديني 3 حقن، عشان هو عماد لا يعرف حقن ولا يعرف برشام ولا هو عمره ما خد حقنة ولا عمره خد برشامة ولا عمره خد اي حاجة، ما تعالجش ابدا يعني، ما خدش علاج خالص. المهم قال له لا ده اللي انت مش عايز 3 ومش هتاخد 3 حقن، هفضهم لك في كلوكوز. فهو ما يعرفش ايه كلوكوز، انا فاكر الكلوكوز ده اي يعني حاجه بسيطه كده دواء ولا حاجه. المهم راح مطلع له الكنه، مفكر الكنه ديت حاجه بلاستيك، لا حاجه بلاستيك، مفكرش اللي هو هيدخلها في ايديه، فكر اللي هو يلزقها له ولا حاجه. المهم ده عملها له وقال له علق الكلوكوز في البيت. جه في البيت قعد اتعشى وقعد مع العيال، وبعد ما قعد مع العيال دخل علق الكلوكوز، وبعد ما علق الكلوكوز معلقه على الساعه 10 11 كده، وشه على الساعه 2 3 بالليل ورم وسود وعينه احمرت وسخونيه جامده جامده جامده. بقى دخلناه الحمام ياخد دوش، ما قدرناش نسندوه من كتر السخونه وبيرتعش، وقال مش هاخد ميه ساقعه، طلعوني انا اعملوا ميه سخنه، عملنا له ميه سخنه على ساقعه، وقال طلعوني. دخلناه كفتناه بطانيه ولبسناه طقم كلسون عشان من كتر السقعه اللي هو فيها. وجينا بردك على الساعه 5 مفيش نتيجه، وشه عمال يكبر بزياده وودانه عماله تكبر بزياده وشفاتيره وعينيه احمرت جامد. خدناه وجرينا بيه على المستشفى اليوم واحد. اتصلت بجوزي قلت له عماد حصل كذا كذا، والدكتور اسامه اداله كذا كذا، قال ده يبقى حقنه غلط، اجروا بيه دلوقتي على المستشفى. جينا على المستشفى قلنا لهم، راحوا مدينا علاج وجم يعملوا لنا محاليل. المهم مشينا بقى قلنا هنعلقها في البيت وادونا رشته بالعلاج. جينا ناخد العلاج بردك من الدكتور دكتور الصيدليه اسامه ده برده ما لقناهوش موجود، لان الواد اللي شغال عنده. المهم قلنا له عمل لنا اختبار حساسيه للحقنه ديت ده كله. انتوا كنتوا من منطلق ان ده كله على اساس ان هو خد حاجه غلط وهيعدي الموضوع وخلاص؟ ايوه، اللي هو هيعدي الموضوع حاجه بسيطه، ورحنا المستشفى هيدونا علاج وخلاص. المستشفى فكرش اللي هو حاجه جامده يعني للدرجه دي. المهم لما صلى على النبي اتصل، قلنا له اتصل بالدكتور، اتصل بالدكتور قال مراته قالت له انت اديته ايه، عشان هي مراته مش قادره تتكلم، مراته خلصانه مش قادره تتكلم نهائي، مراته مش قادره تتكلم نهائي. المهم راح قال لا انا، بتقول له انت اديته حقنه ايه لعماد، عشان ده انت مثلا ما اديته عماد وشه ورم وحصل 1 2 3، قال لا 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 انا ما اديتوش حاجه، ده انا مديلهم مقويات فيتامينات، ده انا مديله ديسكا. قاعد ايه يقول اي كلام في اي كلام، طب تعالى شوفه ما رضاش يجي. المهم راح بعد ما قفل راح متصل بالواد اللي في الصيدليه قال له صور لي الروشته اللي هي يوم جايبينها اللي احنا جايبينها من اليوم الواحد. راح الواد ماسك التليفون صورها وقعدوا يتكلموا في التليفون يجي 10 دقايق، وعماد قاعد في الصيدليه بيموت تعبان، عشان واخدينه يعملوا اختبار ايه حساسيه للحقنه اللي احنا جايبينها من اليوم الواحد. طيب هي حاله عماد دلوقتي ايه بالظبط؟ حاله عماد متدمر، عماد ما بيشوفش. اول يوم قلنا له الحق يا دكتور انت اديته عشان هو بالعلاج اللي جواه، كان لسه عماد بيمشي وبيتكلم وبيشوف. عماد لا بيمشي ولا بيتكلم ولا بيشوف ولا بيفتح عينه، وجلده بيقع ورموشه وقعت وجلد عينيه وقع. عماد متدمر ووارم بطريقه رهيبه، مش الورم اللي هو في الجسم من جوه، ده الجلد نافخ، الجلد نافخ والجلد بيقع، الجلد